ها كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج القوس، راح أحكي فيه عن مشاعر الحبيب نوياه وإلى ما ستؤول علاقتكما. راح أحكي يعني على مشاعر الحبيب ومشاعرك بالمقابل كذلك، يعني كل شيء راح أعمله بالمقابل. وراح أحكي كذلك عن العزاب من برج القوس، راح نشوف إذا في راح يأتي شخص جديد بحياتكم أو لا. أوكي، هذا كل شيء. وكما عودتكم هذه القراءة تقبل أن تكون عكسية، وإذا حسيت أن القراءة ما بتنطبق عليكم ممكن تشوفوا البرج الشمسي أو القمري أو الطالع، يعني كل هذه الأبراج ممكن تنطبق عليكم هذه القراءة. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتحطوا لي كومنت، وشكرا لكم. عم يطلع عندي برج القوس على انه ممكن انت ناوي على سفرة، او يعني مبتعد عن شيء ألمك، شيء تعبت عليه كتير، او ممكن يكون مشروع، يعني مشروع زواج او للبعض. انا عم شوف لانه في طلاق للبعض او انفصال، يعني انتو حاليا منفصلين. انا عم شوف في ابتعاد وهجرة او خسارة للعلاقة، ممكن للبعض كذلك. يكون في امرأة برج ناري هي اللي يعني خلتك تبتعد عن هذه العلاقة. اوكي، عم شوف كذلك أن طاقة الشريك حاليا ليست بالجيدة. إذا ما عنده مثلا فقر مادي فهو يعيش فقر عاطفي، ممكن يكون حتى عنده فقر بالمشاعر بالمادي بكل شيء. عم يحس أن الحياة مقفلة أبوابها عليه، بحس أنه في شح من كل شيء، بحس ان الابواب مسكره، هو مش شايف طريق للمستقبل حاليا. هيدي طاقته كتير، مش عارف شو يعمل. اذا كان بالوضع العملي، اذا كان بحياته عامه، هذا الشريك في كتير اشياء متعبته لهذا الشخص، حتى ممكن حتى الوضع المادي. انا عم شوف الوضع المادي يرهق حبيب برج القوس، ممكن حتى موضوع الشراكات او موضوع الاستقرار يؤرق حبيب برج القوس. حتى ممكن حتى الموضوع العائلي، عم شوف صراحة حبيب برج برج القوس عم يعاني بهذه الفترات كتير. اما بمشاعرك انت يا برج القوس، عم شوف مشاعرك حاليا فيها نوع من القوة، ممكن من بعد الألم والجرح اللي حسيت فيه يا برج القوس صرت عم تغير طاقتك، بدك يعني تغير طاقتك من هذه الآلام اللي كنت تشعر فيها، وبدك تبدأ بداية جديدة نحو القوة، نحو انه تكون انسان جديد، انه ما تستسلم للاشياء. ممكن يا برج القوس على ما اظن بهذه القراءة انه كان في صراعات وفي خصامات انت والشريك، ويعني انتهت هذه العلاقة، ابتعدت عن بعض، وانت حاليا عم تبحث عن القوة التي بداخلك بطرق يعني خاصة أو بطرق أخرى. ممكن تبحثها بأنه تتقوي، أو تبحث عن عمل، ممكن بتشوف علاقات جديدة. المهم أنه تبدأ حياة جديدة من غير هذا الإنسان، لأنه كان حياتك كلياتها. كمان عم شوف الشريك متعلق فيك بشدة، ما كان هذا الإنسان يعرف أن يعيش التوازن بالعلاقة، كان إنسان مفرط بالشيء، يا يعني إما يعني بيكون معك لدرجة كبيرة وبيعطيك وقت كتير كبير وبيحكي معك كل يوم، يا يعني إما يبتعد ابتعاد كلي. أوكي، وهذا يصيبك أنت بالحيران، ما بتعرف إذا هذا الإنسان بيحبني أو لا يحبني. كذلك عم شوف انه العلاقة ما كانت صحية، كان فيها نوع من الشك، في نوع من الغيرة، في نوع من التعلق
البحث في الهاتف يعني علاقة غير صحية أبدا، فيها نوع من الشك، وفيها ممكن إذا كنت امرأة الرجل كان عم يراقبك من بعيد، ممكن يسأل عنك، ما كانت في ثقة بيناتكم، ما كانت العلاقة متوازنة أبدا، وكان فيها نوع من الكلام التجريحي بينك وبينه، ممكن حتى هو كان بيجرحك يا أصحاب يعني برج القوس. عم شوف كذلك على أنه الأشياء اللي ما بتحبها فيه، الأشياء اللي ما بتحبها فيه، ويت كان يعني ممكن هذا الإنسان لما بحب غيري وبشد وبيصير شخص تملكي جدا، أنت ما بتحب فيها الشغلة وبيصير يعني لازم تحطه مثل البيبي، يعني مثل الطفل الصغير، لازم تحرص على أشياء إنه ترضيه، انه تكون معه طول الوقت، انه تهتم فيه كتير. ممكن انت هذا السبب جعلك ما بتحبها، يعني كأنه انا بحكي مع انسان كبير بالعمر، شخص يعني عنده عقل، مش طفل صغير. اوكي، كمان عم شوف حتى يعني انه في علاقات، في نوع من الخصامات بينك وبين هذا الانسان، بس ممكن كانت الخصامات بينك وبينه بالرغم من انه تشتد الخصامات، كنتوا بترجعوا لبعض، كنتوا بتلاقوا حل بالرغم من كل هالخصامات، بس انا عم شوف حاليا كأنه وصلتوا لمرحلة كل واحد ابتعد عن بعض. اوكي، ما صرتوا يعني كأنه ما لقيتوا حل لعلاقتكم وابتعدتوا عن بعض. كذلك عم شوف على انه هو ما بحب فيك انه ممكن انت بدك يا برج القوس انه تكتشف الحياة، انه تعلم نفسك، انه تثقف نفسك، انه تشوف كتير اشياء. انت انسان حر، بتحب الحرية، بتحب العلم، بتحب السفر اللي بيكون من وراءه تجربة واكتشاف لاشياء اخرى. انت بتحب هيك يا برج القوس، هو ما بيحب فيك هيك، ما بيحب فيك انه انت انسان حر، انت انسان منطلق، هو شخص بده يتحكم فيك. ممكن هذا سبب الخصامات، ما كان بحب هالشغلة فيك ابدا. وممكن كنت يا برج القوس شخص عندك يعني عقلاني جدا في العلاقة، بحس حاله كأنه هو طفل صغير امامك، انت كتير ناضج، بتشوف الفكرة العامة، ما بتشوف التفاصيل البسيطة والاشياء التافهة بالحياة، وانت بتشوف الصورة الكبيرة، هو بيشوف الاشياء التافهة بالحياة. بس هو اشياء هيدا ما حبه فيك ابدا. كمان بحب فيك على انه انت شخص مفكر، بحب فيك هالشغلة وما بحبها فيك. اوكي، بحب فيك على انه انسان عقلاتك كبير، لانه انت بتفهم هذه الانفصام اللي بعلاقته بشخصيته. وكذلك انت اوقات ما بتحب هالشخصية لانه انت شخص حر، ما بتحب التملك والسجن والغيرة والشك وهالاشياء. كمان انا بشوف على انه انت يا برج القوس بشوفك تنوي ان تراسل هذا الشخص، بدك تحكي معه، نيتك من جوا، بدك ترجع العلاقة الى ما كانت، بدك تعطي فرصة للعلاقة، بس لم اذا رجعتوا للعلاقة بدك انه تصلح كتير امور، انه تتحدثوا عن اشياء كانت ترهقك يا برج القوس قبل، وتحاولوا تصلحوها. كذلك عم شوف الشريك كذلك على انه بده صلحه انت وياه، بده يقدم لك كاس الحب ويتقدم لإلك ليبادر بالصلحه. مستقبل العلاقه عم شوفه جيد جدا، عم شوف على انه ممكن تكون صلحه اذا كنتم مفترقين، اما اذا كانت العلاقه فيها شوائب وكل واحد متخاصم مع بعض وفي نوع من المجاكره انت والشريك، عم شوف انه الاوضاع ستتحسن الى احسن. وانا عم ضل شوف على انه في العلاقه فيها نوع من التشبث والتعلق في بعض. بصراحة هذا الشخص اللي عم تحقل يعني اللي هو حبيبك، شخص بهذه الطباع، شخص يعني إنسان عنده
يعني حب التعلق وحب التملك وحب الأنانية، هيك هيك شخص هو. أما الطاقات اللي عم تطلع عندي يا برج القوس، عم يطلع برج الأسد، برج الجدي، القوس والعذراء، حتى الدلو عم شوفه بهذه القراءة. أوكي. أما للناس العزاب اللي بيسألوا هل في قدوم شخص جديد بحياتهم، ما عم شوف صراحة بهذا الوقت في قدوم شخص، عم شوف في تذكر لشخص من الماضي، عم تتذكر اللحظات اللي كنت معه فيها، وعم شوف انه اوقات تجيك فرص او بتجيك افكار على انه بدك صلحة مع هذا الشريك او تتغير الاوضاع، يعني تجي هيك معجزة من الله وترجع لهذا الشخص. ممكن تعمل تخاطر معه بالليل، بدك ترسل له رسائل حب، و بدك ترجع العلاقة إلى ما كانت، بس أوقات بتتذكر الآلام أو الجروح اللي سبب لك إياها هذا الشخص. أوكي. نصيحة الورق لإلك، عم شوف على أنه صراحة بهذا الوقت ما عم شوف في علاقة، ولا يعني النصائح عم شوفها أكثر تهتم بعملك وتهتم بمظهرك أكثر، وحتى بكلامك مع الأشخاص. ممكن بهذا الوقت كأنه الورق بيقول لك إنه ممكن إذا اهتميت بشكلك أو بمظهرك، أو ممكن تجذب أشخاص جدد بحياتك. أوكي. هذا الشيء اللي بيطلع عندي يا برج القوس، بقول لك انه الورق تستمتع بالحياة، ما تعلق نفسك بالصدمات تبع الحياة. انا الحياة كلها فيها نوع من يعني النزلات والنجاحات اكيد، بس انت لازم تلاقي حل لنفسك وتلاقي وتشوف الاشياء الايجابية في الحياة، لانه الحياة عامة فيها الاشياء الحلوة والاشياء الغير جيدة، بس نحن كأشخاص نتفائل دائما بالحياة، نتفائل دائما بالخير، يعني دائما نشوف الحياة وردية بالرغم من ممكن يكون في أشياء سلبية. أوكي. رح حاول شوف نصائح لإلك. بالك انه لازم تقوي حالك بالرغم من اي ظرف في حياتك تعرضت له يا برج القوس، لازم تقوي حالك وتكون قوي، وانه كل ما كنت قوي كل ما تغلبت على صعوبات الحياة. كمان هون بقول لك انه انه تكون مركز على اهدافك بالحياة وعلى الطريق لتصل إلى أشيائك، يعني الأشياء التي تريدها بالحياة، وأنه كل ما وصلت لشيء لازم تعمل مارك، يعني سيناتور، يعني إمضاء لإلك، يعني تاتش تبعك، ما بعرف شو يعني الترجمة تبعه، بس لازم تحط بصمتك بالأشياء التي تضعها بالحياة. ممكن إذا كنت بتشتغل شغل لازم مثلا تعمله بإتقان وتحط فيه بصمتك أنت، لأنه كل واحد عنده شيء هبة من الله، يعني كل ما عملت شيء لازم تعمل بصمتك. حتى بالعلاقة لازم تحطوا بصمتكم، يعني أنا شخصيتي هيك، لأنه الإنسان دائما يعني بيعلم الشخص أو طباع الشخص بالإنسان الآخر. تلاقي مثلا شخصية منسيتها بحياتي لأنه كانت شخصية لا تنتسى، فيها نوع يعني مثلا شخصية عنيدة، شخصية معطاءة، شخصية بتذكرها بالخير. يعني لازم تحط بصمتك بالعلاقة أو حتى بالشغل، بالعمل، بكل شيء. أوكي. كمان هون بقول لك إنه فوكس، يعني ركز على priority تبعك، يعني أهدافك السامية بالحياة، وأنه لازم
الله سيجلب لك المساعدة إذا نظمت حياتك وكنت نشيط. أوكي، هذا كله كلام عشان تكون قوي، بالرغم من أنه في علاقات فشلت تتعرض لها بالحياة، ممكن تكون في خصامات، ممكن يكون في هفوات بالحياة، لازم تشوف الأشياء بشكل إيجابي يا برج القوس. بتمنى أنه أكون ما طولت عليكم، وشكرا لكم، ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة.